هو بالنسبة للمعطيات اللي تقريبا متداولة، تقريبا ما كاينش شي جديد بالنسبة للتحقيق. السيد قاضي التحقيق كيف أمام السيد الوكيل العام استمع لجميع المتهمين نفس ما أدلوا به أمام السيد الوكيل العام، أدلوا به الآن أمام السيد قاضي التحقيق. مجمل ما صرحوا به أنه كان تعرضوا لشيء من العنف بالنسبة أمام الضبط القضائي بالحسيمة، وجلهم صرحوا أنهم عملوا معاملة إنسانية أمام الفرقة الوطنية. تهم ليش عليهم؟ تهم ثقيلة جدا، وأكاد أجزم أنها جزء لا بأس به من القانون الجنائي توبعوا به، إلا بقول توبعوا بالقانون الجنائي كاملا. أهمها المس بالسلامة، سلامة الأمن الدولة، المساهمة في زعزعة المعتقدات المواطنين، هذا أهم مكان. سبق لكم تلاقيتوا بناصر الزفزافي، كيفاش داير النفسية ديالو حاليا؟ النفسية هو تصريح من هذا القبيل هو يعتبر تصريحا سياسيا، وأنا عضو في هيئة الدفاع، أفضل أن لا أجيب على هذا السؤال. عندكم ثقة في القضاء؟ طبيعة الحال، طبيعة الحال نحن حاضرون هنا كدفاع، إيماننا بالقضية جعلنا نحضر، ثم إيماننا بأن هناك سيكون إن شاء الله حكما منصفا، ونحن من سنسطر هذا الحكم المنصف. لم تحدد إلى حد الآن، القانون يخول لسيد قاضي التحقيق، عدم تحديد الجلسة الآن، ستحدد فيما بعد إن شاء الله. شحال واحد تم تحقيق دابا؟ سبعة. هناك نصر، ثم ستة ضرب. وفي نعم. لا، جلول لم يتم الاستماع إليه، ولم يتم استحضاره مع هذه الأطراف. وبالنسبة هناك المجموعة التي مرت اليوم، وهناك المجموعة اللي فيها 20 واحد اللي دازت قبل البارحة. انطباع اللي عندكم حول مستقبل المحاكمة؟ يستعصي الآن، لأن الآن كان هناك فقط كانت هناك ما يسمى بالتحقيق الابتدائي، تفصيله هو الذي سيحدد الانطباع. أستاذ الاسم الكامل أستاذ قنديل ميلود محامي بهيئة الدار البيضاء.